هلو جايز، عاملين ايه؟ بصوا، النهاردة الفيديو بتاعنا حاجة كده مختلفة شوية. في ترند كده كان طلع من فترة، اللي هو الهابنس جارز او بطرمان السعادة. اوكي، اجاز ان اغلبكم عارف الموضوع ده. انا مش هتكلم على الجار وفكرته وكده. هو طبعا يعني انتوا عارفين انه بيبقى زي كوتس وزي آيات قرآنية وحاجات كده بتتحط في جار، وبتسحب ورقة كل يوم وتشوف طالع لك ايه. احنا اللي هنعمله في نوعية الفيديوز دي، يعني كل فترة كده هعمل واحد. ان انا كنت اوريدي عندي واحد انا كنت جايباه. اوكي، هو يعني ريدي ميد، كنت مشارياه زي ما هو كده. ده انجلش، وانا بقى عامله واحد عربيك. ده انا اللي عاملاه. اوكي، هو ده باي برطمان ازاز، وجايبه جوه ستيكي نوتس دي، واي ايه انا بحبها، اي حكمه انا بحبها كتبتهم كلهم وطبقتهم وحطيتهم جوه الجار ولخبطتهم وعملت انا واحد. اوكي، قبل ما ابدا انا اوكي قبل ما ابدا يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب اوكي للقناه، علشان زي ما قلنا البنزين بتاع القناه، وتدوسوا على البال ده اللي هو الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوز. الفكره بتاعت الفيديو ان احنا هنسحب مع بعض ورقه انجليش وورقه عربي، وهنقرا اللي فيها وهنتكلم عن اللي فيها ايا كان بقى يطلع ايه. انا مش عارفه لان انا ما سحبتهمش اوريدي كلهم، فاللي هيطلع هنحاول ندردش كده حواليه شوية. فهنبدأ كده بالإنجليش ونشوف كده هيطلع لنا ايه. اوكي، طيب انا طلعت this one. اوكي، هنجرب بقى العربي. اوكي، جبت حاجة اهي. طيب تعالوا بقى نقرأ مكتوب ايه في ده ومكتوب ايه في ده، ويعني ندردش شوية. هبدأ بالعربي. اوكي، العربي طلع لي ابشر and that's it. اوكي، مش عارفة قوي اقول ايه، بس جايز تكون جايه في وقتها، لانه احنا كتير قوي ليتلي بقينا قلقانين طول الوقت، قلقانين على فلوس، قلقانين على شغل، قلقانين على ولاد، قلقانين على اهلنا، على الناس اللي بنحبهم. طول الوقت احنا ستريسد، وطول الوقت احنا قلقانين من حاجه. فعلشان كده لما يطلع لك كلمه ابشر دي، انا جبت يعني مش يعني تحس ان ربنا كده بيطبطب عليك وبيقول لك يعني هتفرج ان شاء الله. بصوا يا جماعه، انا بؤمن بالساينز مبدئيا، يعني طبعا مش في كل حاجه، بس يعني ما اعرفش، بحس انه مسجز ربانيه كده. تختلفوا بقى معايا او تتفقوا، بس ذس ماي بليف. فده بالنسبه للعربي. انا مش عارفه اقول ايه تاني، بس يعني يا ريت انتوا تقولوا لي في الكومنتس لو طلع لكم دي يعني هتحسوا بإيه. اوكي، ف هنشوف كده العربي. اوكي، الانجليش سوري. اوكي، sometimes the fastest way to reach your dream is to help someone else reach his or her dream. يعني ساعات بيبقى أسرع طريق إن أنت توصل لحلمك هو إنك تساعد حد غيرك إنه يوصل لحلمه. يعني فكرة إننا نساعد حد أو نساعد غيرنا، وده حقيقي على فكرة، يعني جايز نعتبرها إنه مكافأة من ربنا، إن إحنا لما بنقف جنب حد ربنا بيحقق لنا اللي إحنا كمان عايزينه. زي ما دايما بيقولوا لما تيجي تدعي لحد الملائكة بترد بتدعي لك بنفس الدعوة. فنفس الكونسبت، يعني انه ممكن جدا لما تساعد حد في حاجة فبتترد لك، زي ما بنقول بتترد لك في نفسك في حاجات معينة.
وانا شفت ده على فكرة، يعني شفته حواليا وحصل لي انا كمان يس يعني هو دي فعلا very true اوكي وحقيقية. يا ريت تقولوا لي في الكومنتس لو حصل لكم موقف له علاقة بالجملة دي. بس انا بالنسبة لي يعني ممكن مثلا افتكر موقف انه حد انا اعرفه كان بر جدا بأهله وبيخدمهم بعينيه يعني وبيعمل لهم كل حاجة. لما جه في يوم من الأيام هو تعب، نفس اللي كان بيعمله لمامته وباباه لقى اللي يعمله له ولاده، ومش ولاده وكمان ناس تانية غير ولاده، ربنا كان بيسخر له ناس تقف جنبه بنفس الطريقة اللي هو عمل يعني عملها مع مامته وباباه. فده بالنسبة للحاجة اللي بتترد. بالنسبة للدريم يعني جايز ما حصلش معايا موقف قوي، بس فعلا يا جماعة يعني كل ما تساعد حد بتترد لك وبترجع لك بطريقة تانية، او ربنا انت ما بتطبطب على حد ربنا بيطبطب عليك. فالفيديو ده يعني نوعا ما قصير لانه حسب بقى احنا طلع لنا احنا النهارده عشان طلع لنا ابشر فكرة صغنطوطه، بس ممكن مره تانية يطلع لنا حاجه اكبر. فيعني كل فتره كده هنعمل فيديو زي ده، وانا هسميهم فيديوهات السعاده، دوروا عليها في البلاي ليست في القناه هتلاقوها، ونشوف المره الجايه هيطلع لنا ايه. ويا رب كلكم تبقوا مبسوطين وتبقى سنه حلوه علينا كلنا. وما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وسبسكرايب والجرس علشان يوصلكم الجديد. ويا ريت كمان يا جماعة اشوف في تعليقاتكم تحت يعني تقولوا لي الحكمتين اللي احنا شفناهم النهاردة، لو حابين تتكلموا عليهم في اي حاجة او تدوني اي امثلة او موقف حصل لكم له علاقة باللي قلناه النهاردة. فهستنى الكومنتس بتاعتكم وانا برد على كل الناس يا جماعة. فبليز يعني اتمنى اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.